ليس في الفكر الإسلامي نقطة تتوقف عندها المعارضة السياسية عن آداء دورها في الإصلاح والترشيد. فالسياسة في الإسلام متروك أمرها للناس بحثاً عما هو أفضل، حتى وإن كان على رأس الدولة نبي مرسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الماضية تطرقنا إلى موضوع مهم للغاية، وأشرنا إلى أهميته، وقلنا أنه هناك العديد من الأسئلة تطرح حول حرية الممارسة السياسية في الفكر الإسلامي، وأشرنا إلى العديد من المفاهيم، وقلنا أنه ليس هناك تناقض ما بين الفلسفة الإسلامية وحرية الممارسة السياسية، معنى ذلك أن الإنسان المسلم بشكل عام في أي واقع كان، في بلاد الإسلام أو خارج بلاد الإسلام، بإمكانه أن يمارس السياسية. والفلسفة العامة في ذلك قلنا أنه مبنية على محاولة الإصلاح قدر المستطاع، يعني بكل ما أوتينا من جهد ووسائل وغيرها. أما قضية الموضوع مستحيل ولا يمكن ويتناقض، هذا كله أجبنا على هذه الأمور. نحن يعني اتكأنا في الحلقة الماضية على افتراضية، وهي أنه ماذا لو كان الواقع يتنكر الإسلام أو تعاليم الإسلامية ويعني ولا يعمل بها. وقلنا أنه مع ذلك الإنسان من حقه، الإنسان المسلم بشكل عام من حقه أن تكون له آراء سياسية بهذا الموضوع. ولكن نحن هنا طبعا في الفكر والبحث يأتي سؤال آخر، وهو متعلق بماذا لو كان الواقع إسلامي. ماذا لو كان الواقع، يعني عندما نقول إسلامي نحن نقصد به أنه لا يتعارض مع الإسلام، مع واقع يعني فيه كثير من المقاصد الشرعية التي أشرنا إليها، واقع يعني فيه انطلاقة إسلامية واضحة. يعني هل معنى ذلك أنه العقل السياسي أو الفكر السياسي يحال إلى التقاعد، أو أنه غير المسلمين يعني تحظر عليهم الآراء والمشاركة، أو أنه تصبح موضوع المعارضة تصبح جريمة بعد أن كانت فضل باسم الإسلام؟ غير صحيح. نحن هنا نريد أن نوضح هذه النقطة، ونريد أن نبين أنه هذا الموضوع ليس امتثالا للأمر الواقع. نريد أن نقول أنه هذا ليس امتثال الأمر الواقع، وأنه نحن نريد أن نبين للناس أن الإسلام دين جميل، وأنه يعني مثله مثل الآخرين يعني ويقبل الآراء. لا، نحن نريد هنا أن نبين أن هذا من صلب الفلسفة الإسلامية منذ أن انطلقت، حتى كانت أرضية مبنية على هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرنا أنه التناقض الذي تحدث عنه الآخرون، تحدث عنه في موضوع ما له علاقة بالفكر الإسلامي والممارسة السياسية وغيرها، أشاروا إلى الحالة المطلقة، الحالة المثالية. ونحن نريد أن نقول هنا ونبين مفهوم أنه ليس هذا المفهوم، أريده أن يكون واضح، أريد أن أبينه بشكل دقيق. ليس هناك، أنا أرى أنه هذا الدولة الإسلامية أو التي يقال أنها دولة إسلامية هو أمر خيال، هو ليس واقع. لا يوجد هناك شيء اسمه حكم إسلامي يعني بتلك المفهوم العميق للمعنى. لماذا؟ سأوضح هذا الموضوع. أنا لا أتنكر الحكم الإسلامي، أنا لا أرفض هذا الموضوع، ولكن أريد أن أقول أنه المساحة الطويلة العريضة الواسعة التي لا تتناقض مع الإسلام يمكن يدخل فيها العديد من الناس، العديد جدا من الناس. ما هي القيمة المضافة؟ ما هي القيمة المضافة؟ هي أنه الإنسان المسلم أو الإنسان الذي يأتي بالسياسة الإسلامية أو يفترض أنه هناك سياسة إسلامية، هو فقط ينطلق من الواقع مثله مثل غيره، مثله مثل حتى غير المسلم، ويرى أنه مثلا هذه الأمور توضح بالأمثلة. إذا لدينا مسألة مثل ما ذكرت في عديد من النقاط، مسألة مثلا سياسية أو مسألة اقتصادية أو مسألة تربوية لها علاقة مثلا علاقة بالمرور، لها علاقة بالحياة العامة للناس، هذه الأمور في الحقيقة صحيح أن الإسلام لديه خلفية ومتعلقة بالمقاصد الشرعية ومتعلقة بالمآلات ومتعلقة بالمقاصد الكبرى التي بني عليها الإسلام، حفظ العقل وحفظ النسل وحفظ الحياة وحفظ كل هذه الأمور مهمة صحيح. لكن نحن نتحدث هنا عن الجدوى، عن الجدوى. لماذا؟ هذه الأمور سأوضحها. الجدوى ليس شرط أن يأتي بها الحاكم حتى وإن كان يرفع شعار الإسلام، ليس شرط. لماذا؟ لأنه هذه الأمور تخضع للعقل، تخضع لتفاوت الناس، تخضع لي يعني أفكار الناس، تخضع لي كيف يفكر الناس. عندما آتي أنا بخطة اقتصادية ويأتي الآخر بخطة اقتصادية ونطرحها للنقاش،
هذا الموضوع لا علاقة له بكون الحاكم هنا إسلامي أو غير إسلامي. هذا الموضوع يناقش اقتصاديا، يناقش من هذه الخلفية. عندما أتي بموضوع له علاقة ب مثلا المناهج العلمية الموجودة في الجامعة مثلا، صحيح أنه بعض الأمور البسيطة متعلقة مباشرة بما يتناقض مع الإسلام أو لا يتناقض، لكن لماذا نحصر النقاش في هذه الأمور الضيقة؟ لماذا لا ننظر إلى سعة الأمور الطبيعية التي تجمع الجميع؟ هذه الأمور تكفل لأي إنسان أن يعارض متى يشاء وأن يوضح رأيه متى يشاء ويمارس السياسة متى يشاء، بغض النظر عن من يحكم، هل هو إسلامي أو غير إسلامي، هل هو له علاقة بالإسلام أو غير، لا ليس له علاقة بالإسلام، هل هو مسلم أو غير مسلم. نتحدث عن المعارض هنا، هل هو مسلم أو غير مسلم؟ لا، هذا غير، ليس هناك مشكل. المشكلة أين تقع؟ تقع عندما نتحدث عن أمور تناقض الإسلام بشكل صريح وتضرب الإسلام بشكل صريح. هذه المشكلة فعلا يمكن أن تقع، ولكن وهذا طبعا في كل البلدان، في كل البلدان لهم هناك خصوصيات تحفظ هذا المجتمع، حتى الدول التي تبدو وكأنها قمة في الديمقراطية يبدو أنها يعني تضع نقاط فوق دستورية، يسمونها فوق دستورية، وتحافظ على هذا المجتمع وتحافظ على هذه البيئة وتحافظ على هذه الدولة من أن تذوب في 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 الأمور الأخرى. لكن الإسلام يكفل الحق للتحسين. قلت أنه فلسفة الإسلام مبنية على التحسين، يعني والتحسين في المجالات العديدة جدا التي يمكن أن يجتهد فيها الإنسان بصرف النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، مندوحة للجميع، فيها مندوحة للجميع. سأعطي أمثلة، أوضح من هذا الموضوع. نأتي أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته عندما مورست السياسة معه، كيف مارسها الصحابة، كيف نظر الصحابة لآرائهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة على أن يبدوا رأيهم بشكل حر، طبعا في أمور سياسية، نتحدث عن أمور سياسية. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر، الحباب بن المنذر رضي الله عنه أشار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل هذا المنزل الذي أنت فيه الآن، نحن في معسكر، في معركة سياسية، وأنت قائد سياسي وعسكري أيضا، نحن الآن في معركة عسكرية عفوا، أنت الآن هذا الموضع أنزله الله سبحانه وتعالى عليك وأرشدك إلى هذا الموضع، فهو يندرج ضمن إطار الوحي الذي تتميز به علينا جميعا وعن البشر جميعا، أم أنه هو أمر متعلق بالسياسة، متعلق بفكرك أنت العسكري وغيره؟ قالوا: لا، إنما هي الحرب والخدعة والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، هذا مش منزل، يعني هذا نحن بحاجة إلى تغيير. لماذا؟ لأن الخطة العسكرية تقتضي أفضل من هذا الموضوع، ويبقى قدر النبي صلى الله عليه وسلم كبير. ومع ذلك عارضه، نبين معارضته بشكل واضح، رغم أنه القمة في الحكم الإسلامي أنذاك كانت النبي وما أدراكم من النبي، وليس أي أحد آخر، فضلا عن كل ما هو دونه وسواه. أيضا رأي آخر نوضحه، عندما في غزوة الأحزاب مثلا، في غزوة الأحزاب لاحظ أنه جاءت يعني قبائل طويلة وعريضة كي تغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى شدة الحصار ورأى العنت في وجوه المسلمين وفي وجوه الأنصار، اقترح مقترحا على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، والذين هما يعني سيدا الأوس والخزرج. قال لهم: ما رأيكم أني يعني أفاوض هؤلاء على ثمار المدينة، على جزء من ثمار المدينة، ربما الثلث ربما نصف يعني؟ فقالوا: لا، نرفض هذا تماما، يعني لسنا مع هذا القرار، لن نفاوض، بل نختار الحل العسكري، يعني ليس لهم منا إلا السيف. وهذه الأمور مهمة ومهمة جدا، تبين أنه كانت هناك آراء أخرى مخالفة، وضح، مخالفة لرأي النبي وما أدراكم من النبي. فالنبي الذي مثل السياسة الإسلامية وهي غضة طرية، خلافة أبي بكر وخلافة عمر أيضا كانت على هذا المنوال، وخلافة يعني عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هناك إشكالات عويصة وقعت، نحن لا نختلف في هذا الموضوع، وقعت، ولكن نحن نتحدث الآن عن الفلسفة الإسلامية، نتحدث عن أنه الفلسفة الإسلامية تبين أنه الدائرة واسعة، واسعة جدا يعني، وسمحت ومحل الاختلاف في كثير من الأفهام واسع وواضح، وأنه من حق الإنسان أن يبين رأيه مهما كان الحاكم، مهما كان الحاكم. طبعا أنا أتحدث هنا عن السياسة، وطبعا أما موضوع الاجتهاد فأيضا حتى في الفقه وفي غيره موضوع أيضا طويل وعريض. وهذا مثل ما ذكرت، هذا التقرير كما بينت
ليس امتثالا للأمر الواقع وتطويعا للإسلام كما بينت وأحكامه وتميعه مثل ما يقول كثيرون، بل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. معناه في النهاية أن المعارضة أمر مكفول تماما في الإسلام، للمسلم ولغير المسلم أن يبين رأيه طبعا فيما لا يتناقض مع صريح الإسلام وما لا يضرب الإسلام. هذا هو الفكر الإسلامي. بعد ذلك وقع انحراف كبير جدا طبعا في الممارسة السياسية وغيرها، وأصبح المخالف ممكن يقتل وغيره. هذا تراث وهذا تاريخ، لكن ليس هو الفكر الإسلامي، ليس هو الفلسفة الإسلامية. أريد أن تكون هذه النقطة واضحة في هذا السياق.